على طاري المشاركات طبعا بالنسبة لنا أنه ما في أحلى من مشاركة نادي الهلال باليوم الوطني واللي شفناها واللي صارت متداولة في يوم أمس، استغلال لاعب الهلال روبن نفيس لهذه المناسبة بأنه يحتفل أو يعيد مشاهدة أو مشاهد زواجه واللي صارت من فترة، ولكن بالثوب والشماغ على الطريق السعودية. خلونا نشوف. يا سلام، يعني أمس أصلا قبل ما ينتشر الخبر أنا وصل الفيديو بعدين قلت مش هذا، يعني كنا أحلام العصر. ما استوعبت، بعدين استوعبت أنه اللاعب نفيس قاعد يعني يحتفل بزواجه. طبعا هو تزوج وخلص، بس أنه قرر أنه يسوي زواج سعودي، يعني نسخة زواج سعودية. أوكي، سعودي يعني الثمانينات هو اللي أنا أشوفه قبل شوي. يا نفس اسمه، معلش يعني أنا ما يعني صح أني هلالية وكل شيء، بس أني يعني مو مرة أحفظ الأسامي بالطريقة الصحيحة وأقولها بالطريقة الصحيحة. بس أنا حبيت الفيديو، أودي كان معبر ولايق عليهم. لا ما شاء الله يملحهم بالثوب وشماغ، حبيت أشكالهم مرة مرة عجبتني، بس اللي تمنيت يفك الحلق يعني. والله كان والله كان لابس حلق ويحط شماغ، فتمنيت انه يفك عشان يكمل عادي يعني. عادي عادي بنت الحلوسة صدرك. بس لا فعلا يعني اشوف دائما الثوب والشماغ يعني لما يلبسونه بالطريقه الصحيحه يطلع مره حلو، يطلع يعني كذا مرتب يعني. فثوب وشماغ يعني هذا الزي السعودي اللي احنا طبعا نفتخر فيه.